الصيام حصن المؤمن. إن غاية مقصد العقلاء الفوز، وهو ضد الخسران، ولا يوجد فوز أعظم من النجاة من النار. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والصيام عبادة جعلها الله تعالى لصاحبها وقاية من النار، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار. وفي رواية أخرى: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. والجنة الوقاية والحماية، فهي ما يتقي به المرء ويحتمي، ومنه سمي الترس مجنة لأنه يحتمى به من طعنات الرماح والسهام وضربات السيوف. فالصيام جنة، أي سترة بين الصائم وبين النار، أو حجاب بين الصائم وبين شهوته، لأنه يكسر الشهوة ويضعف القوة. وهو ترس يدفع المعاصي أو النار عن الصائم كما يدفع الترس السهم، ويردع الشهوات التي هي من أسلحة الشيطان، فإن الشبع مجلبة للآثام، منقصة للإيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. والصيام حصن من حصون المؤمن، فهو رقة للقلب وصيانة للجوارح، وهو شعار الأبرار. والطاعة حصن الله تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين، فإذا فارق الحصن اجترأ عليه خلق الله، وبحسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الآفات والنفوس عليه. فإن هذه الطاعة والعبادة وقاية ترد عن العبد بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه، فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض وكان الهلاك. لذلك فإن الصائم متعلق بثواب الله تعالى وفضله، فليكن حريصا على تحصيل هذا الثواب والفضل، وذلك بالإتيان بشروطه واجتناب موانعه، ليكون الصيام وقاية له وحصنا حصينا.